الله يطعم على كل مأسير هالشعور، الله يدعى كل مأسير تشعر مثل ما شعرت اليوم المغرب، فرج عليهم جميعياتهم يا رب، المؤبدات والأحكام عالية والكليل وجميعياتهم، الله يجعلني فرحان فيهم يا رب، فيش شعور لا ولا أي شعور بعادل هذا الشعور، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا، الله يفرجها على الجميع يا رب. الله يطعمها يا رب بكل اسرار البواسل. يا رب. امين يا رب، يفرحوا يفرحوا في اهاليهم وامياتهم تفرح فيهم يا رب. يوم بكيت اقعد انا وابوي بالسجن، بكيت احس ان انا وابوي بنرفع معنويات الاسرى الثانيه. اليوم ينظروا لابوي او ينظروا لالي، فهم بتشعر في طعم الوطنيه الزائده. فأنا هذا هو يعني اللي كان دائما يريحني ويخفف عني. أثناء اعتقالك مرت أحداث جبل الصبيح وأحداث جبل العرمة الذي ارتقى خلالها أكثر من 12 شهيد، كيف كنتوا تتابعوا أحداث بيته داخل المعتقلات؟ من خلال التلفزيون، وكان إحنا جوا السجن مسموح لنا فقط 10 قنوات، مش مسموح لنا زيادة يعني، وبميت إضراب وبميت قصة وبميت طوش وبميت ومئة أيات خطوة كنا نعملها داخل السجن لنقدر نحصل من الإدارة إشي بسيط، أحساب جوعنا وأحساب آلامنا وأحساب حياتنا. وكان متابعها عن طريق قناة فلسطينية، طبعا كان الشعور الداخلي مليء بالخوف بالهلع بالارتباك، انه انت قريبا راح تفقد كمان حدا قريب عليك، حدا انت بخصك، انت قريبا راح يعني تبطل تشوف في الدنيا موجود. فهنا كنا دائما على الخوف ونستنى في اللحظه اللي نصل فيها برا نشوف الناس ونسلم عليها، هاي نقطة. والنقطة الثانية كان احنا دائما نضلنا على التلفزيون بدل 12 ساعة 13 14 15 ساعة، خوفا انه يجي عندنا لقطة معينة ما نقدرش نشوفها على بلادنا.